وحول مشاركة مملكة البحرين في الاحتفاء بالأسبوع العالمي للتمنيع، أكدت الدكتورة بسمة الصفار استشاري صحة عامة ورئيس مجموعة التمنيع بوزارة الصحة، أكدت خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن أسبوع التمنيع يأتي للتأكيد على أهمية استكمال اللقاحات الروتينية والتوعية بأهميتها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهم الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التطعيمات. بعد حدوث جائحة كوفيد وتخلف بعض الأطفال عن أخذ تطعيماتهم الروتينية، فجاء هذا الأسبوع للتأكيد على أهمية استكمال اللقاحات الروتينية. وقد أثبتت التجارب أهمية هذه اللقاحات في إنقاذ أرواح الملايين من الناس من الأمراض المعدية التي كانت تفتك بالأرواح، ومن هذا المنطلق يتم إقامة العديد من الفعاليات في أسبوع التمنيع العالمي، وذلك لإذكاء الوعي بأهمية اللقاحات. من الإنجازات التي تفخر بها حقيقة على الصعيد المحلي، نسجل ارتفاع في معدلات التغطية بالتطعيمات الروتينة للأطفال التي تجاوزت 95%، مما يؤدي إلى حدوث مناعة مجتمعية عالية. أيضا هناك إنجازات على المستوى العالمي، حيث تم الإشهاد على التخلص من مرض الحصبة والحصبة الألمانية المتوطنة للمرة الثانية على التوالي، وبإشهاد أيضا من منظمة الصحة العالمية قدمت المملكة نموذجا يحتذى به في جائحة كوفيد 19.